بعد أقل من أسبوع على استشهاد نحو 50 جندي من قوات الأمن والجيش بهجمات إرهابية استهدفت مواقعهم في مديريتي ميفع ورضوم بمحافظة شبوة، ها هو المسلسل يتواصل في عتق لكن بأسلوب تكتيكي جديد، أسفر عن استشهاد ركن اتصالات اللواء 21 ميكا العقيد محمد أحمد السعيدي بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته. شهود عيان أكدوا أن سيارة السعيدي انفجرت أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة عتق في وقت يعقد مشايخ وأعيان وقبائل محافظة شبوة اجتماعا موسعا للوقوف أمام ما تعرض له الجنود من مجازر مروعة في ميفعة ورضوم الجمعة الماضية. مشايخ وأعيان ووجهاء شبوة أدانوا واستنكروا ما تعرض له الجنود في المديريتين، مطالبين الحكومة بسرعة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الاعتداءات وكشف المتورطين فيها. التحقيق حقيقي لا مزيف ولا لأغراض خاصة، نريد التحقيق حول هذه القضية لأن أبناء شبوة مجمعين على التحقيق حول هذا الإجرام الذي قاموا به، ونعرف من هم الذي قاموا به، ويبان لليمن كامل شمال وجنوب وللأمة العربية والإسلامية. مؤكدين في بيان صادر عنهم اصطفافهم ووقوفهم الثابت إلى جانب قوات الأمن والجيش في المحافظة ضد أي محاولات إجرامية لتشويه سمعة مديرياتهم وتحويلها إلى مسرح للاغتيالات والإرهاب، رافضين ما يتعرض له أبناء المحافظة من إقصاء وتهميش لأهداف واعتبارات حزبية ضيقة، محملين حكومة الوفاق مسؤولياتها في تحريك عجلة التنمية واستكمال المشاريع وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.